نرخص السعر، يعني حتى لو غالية الأسعار بس لازم نرخص السعر لحتى الزبون يأخذ من عنا. يعني بتبيع كتير على نمط إنه نبيع كتير ربح، يعني ربح قليل. مو مثل أول يعني إنه نجيب الهريسة المدلوقة، لا يعني قولا واحدا على البرازة على الغريبة، يعني على الشغلات الخفيفة يعني مقبول السعر يعني. أما يعني كهد هدلونة حلم صار يعني ما عاد فيه.